تحدي الكبار، الفقرة الأكثر متعة وإثارة وتشويق. عارفين اليوم الفقرة تقول تعتمد على ثقافتك ومخزونك الثقافي. في حال أنك جاوبت على السؤال، الأسئلة متنوعة، في حال أنك جاوبت على السؤال تاخذ 500 ريال وتصقع الجميع على راسه بهالقاروره. بالدبه ذي والله انا قد احكم كله والله ان جت بالثقافه انه ما يروح فيها. طيب ولا يروحها. شوف ما يتكلم في ناس الثقافه عندك يا ابو ناصر يا ابو تميم الله يرحمه. والله ان جاي جاوب شوي. والله من الشعر بيت انا راسي الحديد ما بي يدخل البلاستيك. كم مره دعستك السياره؟ 4 مرات وثلاث حوادث وطحت من الدور الثاني. والله ما علي البلاستيك هذه تتحورني. بعدين اسمع اسمع في تحزبات واضربوا بشويش اهم شيء تحترم اخوانك الثاني. كذاب والله انك انت ابو التحزبات وابو الشلليه. يا اسمع غازي تسمح لي يا غازي اني ما اضرب بالدبه. ليش؟ في واحد يشبه الدبة بضربه. تزعلي يا غد. هو الدبة واحد. والله يا شخصية هذه لخليها نطل شوي. سعيد ومارك سعيد ومارك تعرفون المثل اللي يقول أنا أخوي على ولد عمي وأنا ولد عمي على الغير. أجل الوحيد. وش نسوي؟ بيقلبون علي وبيخونوني وبيسوون تحالف. غازي كم الشيباني ما نبغى. لحظة لحظة وش يقول مخلد؟ لحظة. أقول خلاص شيباني ما نبغى. هذا بدخله بالدبة. السؤال الأول يقول أين توجد ولاية قندهار؟ أين توجد ولاية قندهار؟ باكستان. أي. جواب ليش جواب؟ ولا كلمة. ولا كلمة. أنا أحسب أن اللي عندك لا. لا. تفضل يا سعيد. الهند. تفضل يا خالد. قندهار في لا مو باكستان. أوزبكستان. تفضل يا مخلد. في روسيا. أفغانستان. المبروك 500 ريال. انا وحيد امي وابوي. الله يجيك حيوه حيوه. مطيح حمران النوار. انا امدح بمدح مبارك بهنا ابد مبارك عدوه. مطيح حمران النوار على خير. والله انك ما تستاهل المدح. نبغى الشماغ اللي مو على رجال. انا ما اطلب دعيم بزرق. انا ضربت ما تعرف. ناظر فينا ناظر هنا يا مارك. خلاص يجيني من ورا. شيل الشماغ يجي من قدام. هذا وحيد امه وابوه يا غازي. وحيد امه وابوه. اي والله حليل هذا. هل تقلب علي انت ويا عمك؟ جاوبك جاد. ترى طعت صار يا اخي. تشيله من المطبخ بس. والله ان شاء الله تروح الحين في يدها. بس اسمع اللي قال الله لا افصل رقبتك عن راسك. خليها هنا وهنا. يا غازي انت كذا ما عندك اصحاب. ما عندك اصحاب في المسابقه يا غازي. والله انت سعيد. والله رقبتي طاقه. ما هي الدوله التي عاصمتها كوالالمبور؟ تفضل يا خالد. كوالالمبور ماليزيا. الف مبروك 500 ريال. اول مبدا اول مبدا بس سلوكي ذا بس سلوكي ذا. الله ليش مخلد يا خيانة يا حرام يا خيانة. ضرب عيال عمه بشوي. اجلس اجلس. سعيد شو
يلا يلا انا عشانك اعتني نفسك قاعد 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 خايرين قاعد 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 كنا بسامحه شو تشوف الحين استوب انا ممشي انا اوريك انا من امس بيك من امس تكفى من التيس من التيس يا خالد انت رجال انت منصب رجال غصب عنك رجال اعمال وراح راضي اتكل شيء عندك يا خالد ابوك تربل يا خالد تكفى يا سرع ما مسامحه لوجه الله احنا من وين نجيب مطيري؟ من وين نجيب مطيري خلاص؟ اللعبة لعبتنا والجركة جركة على كيفنا نضربك على كيفنا والسنابس والسنابس مالك شغل راسي انصفنا انصفنا يا تيف انصفونا شوف الظلم اللي صار يظلم يظلم انت اللي باكي طيب اصبر صلوا على النبي كيف لو بضربك لحالك ما بضربهم كلهم مالك عليك يا حكم نضرب مالك طيب السؤال يقول من هو اللاعب التاريخي في نادي الاتحاد الحامل لرقم اصحاب قوي اصحاب مخلص مخلص ارض على شارعين مخلص ارض على شارعين السؤال يقول عندي تراهم قلبوا علي واضحة وصريحة اللعبة عندي السؤال يقول أبقى خلص ما هي عاصمة دولة الدنمارك الدنمارك خاسي أنا أصبر لا قال لك أنا رحلة تفضل عاصمة دولة الدنمارك إيه والله أني شايفها في سنابك ذيك اليوم رحت الكروس عندك إجابة الذي كانت خرافية عندك إجابة والله تأكلها بس عندك هاي خالد أنا يا غازي خالد اقعد يوم العلاج تفصل يا غازي وعندي أنا عذر إجابة أنا بقولها ولو أجاوب والله إني ما أكسر رأس لذا إني أسمح لهم كلهم حتى مطيري والله لا أسمع له هو قبل شوي ناقزين علينا وما أخذ إجابة وأقول له ولد عمك عتيبي وهبدني براسي غازي عندي وش الإجابة شو اسمها هذه الدنمارك شو اسمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو اسمها وس تفضل يا مخلد يا غازي اصبر انا شاك بين ستوكهولم وكوبنهاجن وش الاجابه اختار سرعه كوبنهاجن المبروك يا مخلد يعني الباقي سامحتهم؟ ألف مبروك يا أبو بالله إني لا ردها لك والله ما تردها قسم بالله لا ردها لك يا أنا يا والله العظيم لا ردها لك خالد لو أنت بدري ثنتين وقبلها ثنتين علي الحظ ثمان ثمان والله يا مخلص من الذي لحظة لحظة حالهم بينهم طيب السؤال يقول في أي مدينة توجد برحة القزاز الطايف يا غازي اللي جاب جبل السنة ما سمعت والله ما عاد شغل يمي وقاتلون يا ولد العمه ابو يا ابو الجازي بضيع ها وش بالله انك مطروخ دقيقة صلي على النبي ما من عنصرية اضربهم كلهم كل احطك معهم يلا عد سؤال ثاني ابو الجازي من اول اللعبه هذه صوت ما عندي ما عندي حتى والله اليوم اشوف انك جالس استحي عن ذي موس موس على كل الروس بلا كلام فاضي لا تسمع موس مين موس مين انت حط ما انك انت حلاقه ما تجرح السؤال يقول والله انت اكثر واحد اكلها اخلص اخلص العنصريه واضحه بالله وين راح القزاز وساكن في الطايف جنب راحه القزاز انا عيوني راح تقول عدادات منزل السؤال يقول يا كثر ما تسوي شماغك يا ابن مشي السؤال يقول من هو شاعر الرسول تفضل يا مخلد ما هم جاوب بس عاد احول اللهم صل وسلم عليه خالد بن الوليد بص
ها يا سعيد حسامي ثابت المبروك لحظه لازم تصقع مسموح مسموح لازم تصقع سامحني مالك دخل لازم صقع بشويش بشويش اول مره ما يكون في خوف هذا الشيء مالي وطع عقال ابو شيء ممكن وطع عقال الله شكرك انا وطع لا لا وش خطت فيه سعيد انت سامحني وطع عقال يا مش يا باسفين هذه اخرتها يا غالي اسفين يا بم ايش فيك يا مطهري حالهم بينهم والله ما اخليهم علي حرام اللي حالهم بينهم منهم